Oui, salam alaykoum, l'assistant Emma 24 TV, c'est Walid, je vais me rendre en Bab Sahira. للاسف الدراري ما كانوش اختيارات خاطئه، ضربه جزاء كذلك ماشي، ما تعودناش بحكيمي اللي ضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف، انا كنظن بان زامبيا كانت افضل من جنوب افريقيا. لكن السؤال ديال السي وليد، هما لا اختيارات لاعبين كانوا مصابين، كنشوفهم مزراوي كيجا رجليه، سايس كذلك، عطيت الله اللي كان عنده. بكل صراحه الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داوس هما اللي كيلعبوا اليوم، وإذا ضربت مش حال مرة منتخب اللي كان في المتناول ديالنا 5 أيام ديال الراحة. السي وليد راحت لي لا كيسيون، لا حظك دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هذا هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 أيام ديال الراحة منتخب غائب. شكرا السي وليد. إيوا بحال اللي قلتي، واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف دي سيتياسيون، جونا لي زوكازيون، فهاد النيفو ليفيكاسيتي مهمة. هاك ما عندي ما نقول، بحال اللي قلت شي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها، كنقول هذيك شكون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تدار على اللعابه. لي شو ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك اون اي لي سيتواسيون، اون ان بينالتي بور ريفينير دون الماتش، كان يتبدل كلشي، ما كتبناش زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كان تيق فيه، كيضربو مزيان في لونترينمون. On va apprendre, en tout cas ce groupe Ritalem, Anadima Kangula. C'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté, il y a des jeunes qui sont rentrés. Et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. Voilà.